السلام عليكم. علاش جاني الدعم ناقص؟ انا تقبلت في الدعم، جاوني الفلوس ناقصين. فين هما فلوس الدراري؟ انا جاتني غا 500 درهم وهما قالوا غتولي تشد 4000 دابا على كل دري. فين هي هاد فلوس الدراري؟ واش خصني هاد الدعم هذا اللي شديت هاد الشهر؟ كل شهر ندير عليه طلب انني نعاود ندخل ندير طلب باش الشهر الجاي تجيني، والشهر الجاي نعاود ندير طلب باش الشهر اللي من موراه تجيني. هادي اسئله بزاف كيسولوها الناس من بعد ما تصرفات الدفعه الاولى ولا المنحة الأولى ديال الدعم الاجتماعي المباشر ديال شهر 12 2023. هنحاولوا نجاوبوا عليها باش ميبقاش عندكم واحد اللبس واحد الخلط ما بين هادي وهادي، ولا شنو خصني ندير، شنو كيتسناني وشنو خصني ندير. أول حاجة، واحد النقطة مهمة ديروها في بالكم، راه ما كاينش، كنأكدها، ما كاينش آخر أجل أنني نتسجل في الدعم. أنا شخصيا كنستحق الدعم، فيا جميع الشروط، عندي المؤشر في حدود العتبة، وما عنديش شي موانع اللي كاينة في القانون تمنعني نشد هاد الدعم هذا. فراه من حقي نتسجل ونطلب الدعم في اي وقت. طلبته دابا راه غنستافد منه الى تقبل لي الطلب. طلبته في هذا الشهر واحد اللي حنا فيه دابا 2024، راه غنشدو في الاخر ديال شهر واحد ولا الاخر ديال شهر جوج، على حسب واش تسجلت قبل 10 في الشهر ولا مور 10 في الشهر. هذه نقطه مهمه، الناس اللي تسجلوا مور 10 شهر 12 اللي داز 2023 راه غيشدوا في الاخر ديال شهر واحد الدفعه ديال شهر 12 والدفعه ديال شهر واحد. كان جاتك 500 درهم غتشد 1000 درهم. الناس اللي غيتسجلوا دابا مع بدايه السنه الجديده قبل 10 في الشهر 1 ما عندهم علاقه بالشهر 12، ما يتخلصوش في الشهر 12 لان ما كانوش دايرين الطلب. ولكن مادام تسجلوا قبل 10 شهر 1 هذا اللي حنا فيه، اذا الاخر شهر 1 غتجيهم الدفعه. الا بقيتي معطل ما تسجلتي حتى داز 10 شهر 1 هذا اللي حنا فيه، راه ما غتخلص حتى لشهر 2، الاخر شهر 2 ديك الساعه غتجيك الدفعه ديال شهر 1 وديال شهر جوج مجموعين في الاخر ديال شهر جوج. كنظن فهمتوا. نرجعوا للنقطة اللي قلت ديال آخر أجل، ما كاينش آخر أجل. قدرتي تسجل دابا في شهر واحد كما قلت راه غتشد الدعم ديالك من يتقبل لك الطلب. ما قدرتيش، عندك شي موانع وتسنيتي حتى لشهر ثلاثة، شهر أربعة، شهر خمسة، العام الجاي، العام اللي من موراه، العام اللي ما عنده باه، وتسجلتي وأنت فيك الشروط. ومادام برامج الدعم ولا هذا المشروع ديال الدعم قائم، فراه من حقك تسجل في أي وقت، وإن فوا يتقبل لك الطلب تبدا تستافد. اذا ديك القضيه ولا ديك الاشاعه ديال راس سدوا الباب، اللي ما تسجلش في شهر 12 هزو الماء، ما يستافدش من الدعم، هذه ما كايناش. وقت ما شتي راسك مستحق للدعم ومشيتي تسجلتي وتقبل لك طلب، راه غتشد الدعم ديالك في اي وقت وفي اي شهر وفي اي سنه من هنا لقدام. هذه النقطه الاولى. النقطه الثانيه، بزاف الناس تساؤلات، تيقول لك اودي انا تسجلت عندي جوج الوليدات وجاتني 500 درهم، واش هاد 500 درهم اللي قالوا هي المنحه الجزافيه اللي غيشدوها الاسر اللي ما عندهاش وليدات صغار جاتني انا؟ فين هما فلوس الدراري؟ ياك قالوا غيعطيو 4000 لكل دري، فين هي 4000 لكل دري؟ انا شديت 500 درهم وخا عندي جوج دراري. القانون، وانا دائما كنهضر معاكم بالقانون، ما كنفتيش من راسي، كنجيب لكم الخبر الاكيد من القانون. القانون تيقول لك راه ما يمكنش انت كاسره تجمع ما بين المنحتين، المنحه الشهريه اللي هي فلوس الدراري اللي عندك وليدات صغار، والمنحه الجزافيه ديال الاسر اللي ما عندهمش وليدات ولا وليداتهم كبروا فاتوا 21 سنه. إذا أنت كأسرة راه مايمكنش تجمع بيناتهم بجوج. إذا إلا عندك وليدات وجاتك 500 درهم، جوج حوايج، يا إما غلطتي في طلب الدعم، درتي منحة جزافية ما درتيش منحة شهرية، فتقبل لك الطلب ديالك على أنك أسرة ما عندهاش وليدات لأن ما صرحتيش بولادك، يا إما راه عادي. علاش عادي؟ كما قلت مايمكنش تجمع ما بين المنحتين، نسى الهضرة دابا ديال وراه شدينا الدعم الجزافي وبقاو فلوس الدراري، أنا جاتني 500 درهم عندي جوج دراري كنتسنى تجيني 400 درهم أخرى، ما كاينش. راه هذيك 500 درهم هو الدعم ديالك. عيل عندك شي خطا يمكن خصو يزيد، خصك تمشي تصلح الخطا عن طريق المنصه الا فتحوا هذه الخاصيه، ولا دير شكايه. جاتك 500 درهم وانت مسجل جوج وليدات عندك وتيقراو عادي، خص تجيك 4000 لكل واحد، اذا 8000 وانت جاتك 500 درهم. تلفتي قلتي ويلي هذه 500 درهم، اذا انا راه غنشد الدعم ديال 500 درهم ومازال فلوس الدراري. لا، خصك تعرف ان في القانون حسب التوجيهات ديال سيدنا اقل دعم، وهادشي في القانون، اقل مبلغ دعم غيتعطى هو 500 درهم. عندك انت دابا دري واحد، خليك انت غلطتي، دري واحد وما كيقراش. في القانون تيقول لك 2024 وهذا الشهر 12 2023 و 2024 كله كل شهر غتشد عليه 3000 ريال، ماشي حتى 4000. ولكن عندك هذاك الولد بوحدو وما تيقراش غتشد عليه 3000، في القانون غتشد 10000 كل شهر. ما يمكنش يقل الدعم على 500 درهم، كما بغات تكون الحاله ديالك ما يمكنش يكون قل. عندك جوج وليدات وتيقراو بجوج وسجلتيهم ما صار 4000 لواحد جات 8000، لا غتشد دابا 500 درهم. ولكن في 2026
غتولي 600 درهم، غتولي 6000 الكول دري، ولكن دابا ملي 4000 الكول دري راه ما غاتشدش 8000، غاتشد 500 درهم. فبلا ما تدوخ وتسنى شي دعم اخر ولا تمشي دير شكايه تقول انا ما جاونيش فلوس الدراري. شنو الحاله اللي دير فيها شكايه؟ لان الشكايه الاخوه راه ماشي غير في الطلب، عاد عندك الحق دير التظلم ولا شكايه، فماشي غير الا ترفض لك الطلب، حتى الا جاك الدعم ناقص. امتى غيجيك الدعم ناقص؟ كما درت غلطتي، درتي منحه جزافيه، جاتك 500 درهم وانت عندك 3 دراري، نورمالمون دابا خصك 12000 ريال، عندك 4 دراري، خصك 12000 ريال و700 ريال، الا كانوا كيقراو بربعه. فجاتك انت غير 500 درهم، حيت كاين خطأ، يا اما ما سجلتيش الدراري كاملين، يا اما درتي منحه جزافيه، دير تظلم، دير شكايه، علاش؟ لان فلوسك جاتك ناقصه. عندك جوج دراري وجاتك 500 درهم راه هي هذيك دابا، ولكن الا كانوا كيقراو هاد الدراري وتسجلتي انت بالخطا ولا ما سجلتيهمش على انهم كيقراو ولا ما سجلتيش واحد فيهم ولا درتي منحه جزافيه وجاتك 500 درهم دابا راه عادي، ولكن مستقبلا في 2026 راه هادوك جوج دراري غيوليو 600 درهم. فالا بقيتي انت مسجل وما كيقراوش غتجيك ناقصه، الا بقيتي مسجل منحه جزافيه غتبقى لك ديك 500 درهم ما غتزادكش ديك 100 درهم. فدير شكايه باش تصلح، ولا الا فتحوا خاصيه اصلاح الاخطاء دخل اصلاح الخطا في التسجيل، سواء كود مسار ولا ما سجلتيش شي ولد ولا شي حاجه. وتذكروا واحد النقطه مهمه بالنسبه لرب الاسره اللي خصو يتسجل باش يشد الدعم، راه الا كانوا فلوس الدراري ما ديرش جدهم ولا جداتهم ولا خالتهم ولا عمتهم، حيت ساكنه وداخله معاك يا رب الاسره في السجل الموحد. السجل الموحد شيء ومنصه الدعم شيء اخر بالنسبه لرب الاسره. رب الاسره اللي خصو يتسجل باش يتخلص على الوليدات خصو يكون يا اما باهم الا كان مجوز كاين شحال الطلاق، يا اما امهم ولا باهم الا كان الطلاق شكون عندهم في الحضانه، يا اما الكافيل الا كانوا يتامى اللي كيكفلهم، يا اما النائب الشرعي بالترتيب، الا ما حضرش هذا يحضر هذا، ما حضرش هذا يحضر هذا. فما تمشيش تسجل شي واحد اخر غير ترفض لك الطلاق، ولا تقدر تجيك منحه جزافيه واخا انت عندك ثلاثه الوليدات ولا اربعه خصك تجيك فوق 600 درهم، فيمكن تجيك 500 درهم، لان ذاك رب الاسره اللي تسجل جدهم مثلا هو راجل كبير وولادو كبار اكثر من 21 سنه تقبلات له المنحه الجزافيه، ما خداوش بالاعتبار دوك الوليدات اللي في ديك الاسره. واحد التساؤل كيتطرح بزاف غنختم به الفيديو، راه الدعم الاخوان مادام تسجلتي والطلب ديالك مقبول مقبول وباقي مقبول، كتدخل كتلقى حتى حاجه ما تغيرات في الفضاء الخاص ديالك وفي وضعيه الطلب مازال مقبول، راه غتبقى تخلص كل شهر، ماشي كل شهر غدير طلب ولا كل شهر خصك دير طلب باش يجيك فلوس ديالك الشهر، لا، مادام الوضعيه ديالك سليمه، المؤشر ديالك في السجل الاجتماعي الموحد في حدود العتبه، راك غتبقى تخلص مادام انت مقبول في الدعم ما عندكش شي موانع. نهار استجد شي مانع صرح بك شي واحد في الضمان الاجتماعي حيت خدمتي ولا المؤشر ديالك يطلع ولا احد الاطفال ديالك ولا كلهم تغيرات الوضعيه ديالهم فاتوا 21 سنه ولا ما بقاش كيقرا ولا تزوجوا ولا شي حاجه، فإلا تغيرت الوضعيه ديالك عاد خصك تغير الوضعيه ديالك في المنصه ديال الدعم. ولكن ما دام الحاله باش تقبلتي في الدعم مازال نفسها ما تغيراتش، المؤشر ديالك مازال نفسه ما طلعش ما فاتش 974، فراه كل شهر غتشد هاد الدعم، كل شهر غيدوز لك الحساب ديالك ويقدر يبقى يتزاد على حسب الوضعيه ديالك، تزاد عندك شي وليد راه غتزاد فلوس الدراري، ويقدر ينقص، نقص شي ولد كبر فات 21 سنه ولا توفى لا قدر الله راه غينقص، وراه غيتزاد بشكل قانوني في 2025 غيولي 5000 للدري، اللي عندك 3 غيولي 15000 ريال، ما غيبقاش 12000 ريال، وفي 2026 غيولي 6000 للدري، عندك جوج غتولي 12، عندك 3 غتولي 18000 ريال، إذا الدعم راه مستمر وغيبقى يتزاد تدريجيا على حسب 2025 و2026 وكل شهر، ومادام الحالة ديالك ما تغيراتش، فالطلب ديالك راه غيبقى مقبول، ما تحتاجش كل شهر ولا كل شوية دير طلب، إلا إلا دخلتي ولقيتيهم طالبين لك تحيين شي معلومات في الفضاء الخاص ديالك. داكشي علاش الناس اللي كيتسجلوا في المكتبات وفي السيبرات، منين سجلك هذاك السيد اللي في المكتبه ولا في السيبر، عطيه تليفونك ولا تليفون ولدك ولا بنتك ولا مرتك، قول له وريني كيفاش ندخل للفضاء الخاص ديالي باش مره مره نطل ياك ما كاين شي تغيير ولا ياك ما طالبين مني شي حاجه. الله يعاونكم.